من جديد تطفو إلى السطح قضية الكوادر الطبية العاملة بأجر النوبة في هيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا بعد تنفيذهم وقفة احتجاجية أعلنوا فيها استئناف الإضراب عن العمل احتجاجا على ما قالوا إنه تجاهل لمصفوفة مطالب تقدموا بها بشأن أوضاع عملهم وإعادة النظر في سياسة الأجور التي يتقاضونها وتحسين مستوى الخدمات العلاجية في المستشفى. عندنا مطالب حقوقية للمتعاقدين والعاملين الصحيين هي تحسين الأجور، تحسين الوضع الصحي، توفير أدوات السلامة. قضية المتعاقدين بالكادر الصحي بمستشفى ابن سينا بالمكلا هي ليست وليدة اليوم، هي عبارة عن قضية متراكمة لعدة سنوات، لأكثر من 10 سنوات. كادر يعمل في كل الظروف، في أحلك الظروف، الأزمات التي مرت بها البلاد بدون عقود وظيفية، 10 سنوات بدون تأمين لسنوات الخدمة، لا يتحصل الكادر على أي من على أبسط الحقوق المنصوص عليها في قانون الشؤون الاجتماعية والعمل. إدارة هيئة المستشفى الذي تأسس في أواخر الثمانينات بدعم كويتي أبدت تفهما لهذه المطالب، لكنها وفي ذات الوقت لم تتردد بالاعتراف بصعوبة تحقيق بعضها، وهي التي تدير مستشفى محوريا على الخارطة الصحية للبلاد دون أي ميزانية تشغيلية منذ أشهر. مطالب الأخوة المتعاقدين في جزء منها مطالب مشروعة، وقد سعينا على رفع الأجور التعاقدية للممرضين من 10,000 إلى 16,000 إلى 20,000، وهذه هي الحد الأدنى للأجور الذي تقدر فيها الهيئة لرفعها، حيث أن الميزانية الهيئة متوقفة أكثر من 8 أشهر، ونحن نعاني عجز في الميزانية نظرا لعدم وجود موازنة تشغيلية للهيئة لمدة أكثر من 8 أشهر. ويهدد استمرار الإضراب بإحداث شلل في العديد من الخدمات التي يقدمها المستشفى والذي يستفيد منه سكان المحافظات الشرقية الأربع، في وقت يواجه القطاع الصحي بالبلاد مخاطر الانهيار الكامل جراء الحرب وتدهور المنظومة الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة وعلى رأسها الكوليرا. رغم الحديث عن وجود توجه لتعليق الإضراب مؤقتا لإنجاح جهود المحافظ لاحتواء الموقف، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار مسببات هذه المشكلة المتجددة منذ عدة أعوام ما لم تكن هنالك حلول واقعية، وهذه الأخيرة قد تبدو صعبة في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها المحافظة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.